بيناتنا نحب شوق وحنين إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين إن شاء الله دايما تامين ولامين بيناتنا نحب شوق وحنين إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين إن شاء الله دايما تامين ولامين بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام والأمة السودانية والسودان بخير كبير وعطاء وفير إن شاء الله. كل عام والأمة السودانية بألف خير وصحة وعافية في عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا اليوم في برنامج من بلدنا الحديث عنهم بمثابة التأصيل لحضارة في شرق السودان أرخت وأرست لنفسها العديد من الملامح التي لا يمكن أن ننساها. أمة ذات ثقافة حية وعطاء لا ينضب، فهم أهل الخير والبركة والتوابل والبخور والذهب والزمرد. مشاهدينا اليوم في سهرة من بلدنا ومن منطقة شرق السودان وتحديدا البجة، رحب بضيوفي الكرام اليوم. السلام عليكم. أرحب جدا بالأستاذ محمود قسم السيد القرشي رجل أعمال. مرحبا بك يا أستاذ. سهلا كل عام وأنتم بخير، وتحية خاصة للشروق ولبرنامج من بلدنا بمناسبة العيد من بلدنا. كما نرحب جدا أيضا بالأستاذ يحيى أدروب الباحث في التراث. مرحبا إتانينا لبابي بانا ويدهوشي بابنا أمها أدروب بقايبو شارل نسين تسينا حبابك يا كل من شاهد هذا البرنامج، و يعني بإمكانه أن يفرح بأنه ينتمي لهذا العالم عبر شرق السودان عبر هذه الحلقة. حبابك ألف أستاذ يحيى دروب. تحية لأهل الشرق ولكل أهلي في كل السودان. التحية لأهلي في شرق السودان، وبنرحب جدا أيضا بالأستاذ الدكتور أوشيك آدم علي الأستاذ الجامعي والباحث في الثقافة البجاوية. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لقناة الشروق، وشكرا يعني لكل الشعب السوداني، ونتمنى يعني هذا العيد يكون عيد سعادة وعيد أمن وسلام للشعب السوداني، وتحية خاصة لأهلنا في شرق السودان، ونقول لهم ويد هشوا ابناء دايره وأرباب هو تميمة قرميشة الله نسين تسين. مرحبا بك أستاذ. ونرحب أيضا جدا بالبشمهندس محمود حسن أحمد البشير الإداري بشركة بتروناس. الله يخليك، كل عام أنتم بخير. نحيي الشعب السوداني حقيقة وأهلنا في شرق السودان بصفة خاصة بالعيد، ونتمنى إنه الأعياد القادمة تكون أكثر سرورا وأكثر عطاء في بوتقة واحدة في بوتقة البلد الواحد. بالحديث عن منطقة شرق السودان بالتحديد، منطقة شرق السودان وبالتحديد منطقة البجة، البجة هي أمة يعني أوجدت نفسها في تلك المنطقة منذ أكثر من 4000 سنة. كجغرافيا للمنطقة كتحديد، كحواجز إن لم نقل إنها ما منعت من تداخل العديد من اللهجات والثقافات والقبائل المتنوعة جدا في تلك المنطقة. أنا أعتقد أنه أستاذي الدكتور أوشيك آدم علي هذه سانحة للتعريف من ناحية تاريخية. حدود الجغرافيا بالنسبة للبجة معروفة، يعني نحن ما بنعرف الحواجز السياسية والحاجات دي كفنانين وكناس عاملين في المجال، أنا ما بقول على نفسي فنان لكن من العاملين في هذا المجال ومن الباحثين في ثقافة أهل البجة، عرفت أنه من ناحية الجغرافيا مسرح تحرك الناس ديل هو من جنوب مصر حتى الصومال عبورا بإريتريا وأثيوبيا، ومن شرق النيل حتى غرب البحر الأحمر. المساحة دي كلها من ناحية الجغرافية هي منطقة تواجد أهلي البجة، لأنهم نحن أصلنا رعاة إبل، ومعروف إنه الإبل يعني سفن الصحراء. فأثرنا فيه وتأثرنا بهذه الثقافات الموجودة في هذه المساحة، وده مسرح تحركنا من ناحية جغرافية. لكن من ناحية تاريخية أستاذي الدكتور أوشيك، يعني
باروك هديدا. في الناحية الجغرافية دي بالتحديد، يمكن أستاذ يحيى دروب، يعني إذا كان المسرح مسرح التحرك بتاع منطقة أو قبائل البيجا، هو المسرح كبير جدا إذا كان من جنوب مصر لحد منطقة الصومال في الجنوب الشرقي، بالتأكيد حنلقى مجموعة كبيرة جدا من القبائل المتداخلة في تلك المنطقة. يعني حسب مثلا إحنا ما نسمع عن منطقة البيجا بنذكر أكثر من يمكن أكثر من كم 20 قبيلة، فمجموع القبائل المكونة لتلك المنطقة بالتحديد. طيب الحقيقة يعني التاريخ تاريخ البيجا زي ما قالت الأستاذة علاء يمتد لأكثر من 4000 سنة، وهذا التاريخ يعني طبعا فيه تداخل يعني كبير جدا للقوميات البيجاوية والقوميات السودانية الأخرى. يعني القبائل البيجاوية الرئيسية طبعا يعني نحن ما حنصنفها يعني من ناحية العدد وكده، لكن أقصد يعني من ناحية هي كبيرة جدا. أيوة كبيرة قبائل جداً. كبيرة، لكن القبائل الرئيسية هي يعني أكثر من 10 قبائل، اللي هي الهدندوة، الأمرأر، البني عامر، الحباب، الشعياب، البشاريين، أرتيغا، الأشراف، الملهيتينا، يعني دي هي العبابدة برضو طبعا، العبابدة يعني الجزء الشمال الشرقي من شرق السودان، هي هذا هو المكون القومي أو الإثني للمنطقة بتاع الرئيسي. السودان الرئيسي بيتفرع منه مجموعة قبائل ومجموعات كثيرة تانية بتتفرع منها. يعني أصغر من ناحية العدد وكذا، لكن هي جزء أصيل جدا من التكوينة البيجاوية البيجاوية الموجودة في المنطقة. نعم. وهذه القبائل طبعا يعني كانت يعني عاصرت كل الحضارات اللي كانت موجودة في المنطقة، يعني بدءا بالحضارة الفرعونية وثم طبعا جو الرومان وبعد جو كلهم أثروا وتأثروا بجغرافية منطقة هي أرسلت لمجموع كل تلك القبائل. نعم. طيب ضيوفي الأكارم، أنا حستأذنكم نحن نطلع نشوف اللحن القادم بمجموعة القبائل المكونة لمنطقة البيجا الكثيرة جدا، نسمع اللحن القادم ونرجع نكمل تاريخ منطقة البيجا بشرق السودان. تسينا كل سنة وانتم طيبين. مرحبا مرحبا أسناي محمد أكم اتعدكم وتمسكبكم بدير من الكافيه راسنا نطوركم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل السودان طيب والعيد مبارك. جينا من كسل وقرانا، جينا من حلف البطانة، جينا من كسل وقرانا.
رؤانا حتى لو كان بالرطانة، نعبر عن رؤانا حتى لو كان بالرطانة، في شريكنا الخير وعم فاضل دفن كف الأمة. لابد نقولا الشريك أرض البطولة، حق لابد نقولا الشريك أرض البطولة، حامل تراث وأصولا، حامل عروض ووصولا، في السودان اليد الطولة لسنابل بحقولا، في الشرقية الخير عمة فاضي الدفق وكف الأمة. لابد نقولا الشرق أرض البطولة، كلمة حق لابد نقولا شرقنا أرض البطولة، الحامل تراث وأصولا، حامل تراث وأصولا، في السودان اليد الطولة بسنابل بحقولا، للشرقية الخير كعمة عبو الكفل وكف الأمة. جينا من حلف البطانة، من كسل وقرانا، جينا من خلف البطانة، بسيوفنا وبغنانا، بسيوفنا وبغنانا، كنا عبر الرؤانا، كنا عبر الرؤانا، حتى لو كان بالبطانة، حتى لو كان بالبطانة، حتى لو كان بالبطانة، حتى لو كان بالبطانة. We'll be right back.
نعبر عن رؤانا، خلنا نعبر عن رؤانا حتى لو كان بالرطانة، حتى لو كان بالرطانة. جينا من كسل وقرانا، جينا من حلف الحطانة، جينا من كسل وقرانا، جينا من حلف الحطانة. بسيوفنا وبغنانا، بسيوفنا وبغنانا، خلنا نعبر عن رؤانا حتى لو كان بالرطانة، خلنا نعبر عن رؤانا حتى لو كان بالرطانة. شاركنا غيرك عما طاب الدفك كف الأمة. نرحب بكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعة سهرة من بلدنا وفي شرق السودان وتحديدا منطقة البيجة، وسمعنا اللحن الفائت، هو كان بيمثل منطقة شرق السودان بتمازج إيقاعي ولحن يعني يلمس القلب ويلمس القلب ويحرك في الوجدان، يعني يمكن بصورة كبيرة جدا جدا جدا، لأن هي قبائل أرست وأرخت لمنطقة شرق السودان. قبل اللحن كنا معك دكتور أوشيك، وكنت بتكلمنا عن تاريخ تلك المنطقة لقبائل سكنت لأكثر من 4000 سنة. يعني هذه القبائل زي ما قلنا هي أثرت وتأثرت بالحضارات المرة للمنطقة بما فيها يعني غير مصر وكده وغير الرومان، حتى المنطقة بتاعت يعني شرق السودان، يعني مملكة أكسوم اللي هي نشأت في أثيوبيا برضو، يعني كانت بيناتهم يعني علاقات يعني حروب وسلام وكده يعني. لكن الشيء الأساسي في هذه الثقافة هي اللغة البجاوية. اللغة البجاوية طبعا عندها يعني ارتباط يعني وثيق جدا باللغات المحلية في المنطقة، وهي من التصنيف اللغوي يعني تنتمي إلى المجموعة بتاعة اللغات الأفرو أسيوية والجزء الشرقي من هذه اللغات، وهي تصنف كلغة حامية يعني مقارنة باللغات الثانية، وهي اللغة الرئيسية. اللغة الثانية والتي لا تقل أهمية اللي هي لغة التجري. لغة التجري هي تنتمي للمجموعة بتاعة التجرينيا والأمهرة، اللي هي لغات دي كلها لغات سامية، في حين أن اللغة البجاوية لغة حامية وعندها ارتباط بلغة الصومال ولغات القالة وحتى اللغة الفرعونية القديمة. فهذه الروابط يعني هذه اللغة يعني حتى لما نتكلم عن الحضارة المروية يعني نحن بنشعر انه يعني في تداخل بين اللغه البجاويه وحتى اللغه المرويه القديمه، يعني يمكن ان شاء الله تمازج لغات كثيره، لغات كثيره جدا، والابحاث في المستقبل ان شاء الله حتكشف انه يعني جزء كبير جدا من هذه اللغات سواء كانت الفرعونيه وسواء كانت اللغه المرويه هي اصولها بجاويه. نعم، بس هي يعني حس احنا بنلقى ان هي لغتين رئيسيتين. نعم. هي اللغه البجاويه واللغه التجريه. نعم. واللي هي خليط من مجموع لغات بجاويت حاميه وتجريات. بجاويت وتجريات. نعم نعم. بجاويت من هو البجا؟ نعم. البجا هي هم القبائل الموجوده في شرق البجاويه، هي ثقافه وليست عنصر. نعم. لكن زي ما قال دكتور أوشيك، البجا هم البجاويت، هم البجا عندهم لسانين زي ما قال. البداويات هي لسان الهدندو والأمرر والبشارين والأرتيكا والحلنقو والكوميلاب والأشراب ومن نطق بلسان الهدندو، والتقرايات هي لسان البني عامر والحبابول ومن نطق بلسانه. نعم. وفي تداخل بيناتهم، في مفردات مشتركة بنفس المعاني، حتى على مستوى أثيوبيا ومستوين في مفردات مشتركة بيناتنا. فنحن أصلا شعوب يعني متداخلة، يعني اختلاف الألسن ما دلالة على اختلاف أصل. نعم. بل هو تنوع وثراء. لكن هي كمان تظل إن هي لغة شفاهية، يعني هي لغة البداويات واللغة التجرية هي تظل لغة شفاهية. حقيقة هي إحنا نتكلم عن البيجا، نتكلم عن إنها منطقة، يعني نضيف إنها هي منطقة. وفي اللغة النوبية القديمة بجا تعني منطقة، يعني المنطقة الشرقية، فكان بيناتهم تداخل كما تفضل الدكتور، وكان بيناتهم تصاهر، ممكن تكون حروب وسلام وإلى آخره، وبالتالي هذا التمازج يعني أدى إلى أنه يكون في تداخل شديد جدا جدا فيما يخص في كل العادات والتقاليد إلى آخره. في نهاية النهاية يعني إذا كان البداويات أو لغة البني عامر التجريدي تأثروا بالحولهم، فبغض النظر أنه إحنا نصنف ما هو التعريف العلمي للغة، لكن في مدارس كثيره، لكن انا اعتقد انها هي لغات اصيله، لانها اللغات من يعني من اصل الـ 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 في التاريخ حقيقه، انها بيكون في تواصل. نعم. وبيكون في تاثر، يعني في شواهد كثيره تقول ان لغه البداويت او اللغه
التجري اللي هي بتاعت بني عامر تأثرت باللغة، فيها مفردات كثيرة من اللغة العربية لأنها لغة حامية. نعم. لغة سامية. سامية. غير كده عندهم يعني يمكن ارتباط بال نحن نرى نحن يعني جيب لك مثال مثلا مثال يعني اذا كان مثلا في لغه ال 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 البدويه بيقولوا مثلا الكبور. نعم. الكبور ده عند مثلا في اللغه العبريه او عند اليهود هو يوم الحزن. فتاثرت هذه المنطقه قديما بالناس ديل. كذلك مثلا يقولوا عد موشي يعني موسى. فموشي تنطق الان موشي. نعم. في العبريه في العبريه ني في العربيه تجد كثير من المفردات الان اذا كانت في البدايه التجريه انه متأثرة تماما باللغات. فده معناته في تواصل في تثاقف في انتقال التثاقف ده هو يخالق ليه شكل بتاع توحد يعني ما تباين. يعني أنا لما أقول أمرأر لما أقول بشاريين لما أقول مثلا قبائل حامية وسامية والاختلاف والتباين ده بيعني ليه تقارب ما بيعني ليه اختلاف بيعني الثراء. يعني هاتي في مفردات بجاوية لها علاقة مفردات أثيوبية إريتريا حتى موجودة ما بين البني عامر والبداويت ومش كده حتى على منطقة النوبيين. هن النوبيين في الشمال يعني في واحدة من أغنيات النوبيين عند الحلفاويين الغنى القديم بتاعك يقول لك شيلي شيلي وو كلي وو نحن بنستعملها للمنادي كلي طيور ده في التراث النوبي. لكن تعال شوف مثلا عند الأثيوبيين العشاء يقول له درار دي مشتركات نحن نقول درار بالهدندوي البني عامر يقول له درار عندك مسح للغداء نحن نقول بهسيد يعني في مفردات حماق الحاجة الكعبة نحن نقول الحرب نقول أوماق يعني في مفرد. لكن الأغرب من كده أنه حتى المسألة التواصل اللغوي ده والتساقف اللي حصل للأستاذ محمود حتى لحد الهنود اللغة الهندية واحدة من اللغات الهندية الموجودة واللغات الأردو حتى اللغة الهندية كان عندها تأثير يس أسي الهندي وكده يقول لك أقعد يقول لك بيتو البجاوي يقول لك الحاجة اللي وقعت أو لامست الدقارة بتاع الأرض يقول لك بيتية بتاع يقول لك لو. الأغرب من كده مثلا الليلة اللي ركبت التاكسي في الخليج مع واحد من البتان أخوانا اللي هنا يقول لك كده رجعك ماشي وين كده رجعك نحن نقول كيا درقيقية قريبة من قيقية يعني ماشى اللي هي ذاتها قريبة من قوة أظن أيوة ودر جايقة ودر الطرف ده ودر قيقية ماشى بالطرف ده أوه في عندنا طبعا أكثر من أداة تعريف في اللغة البجاوية عندنا أو وعندنا أو أو وعندنا تو وعندنا تو وعندنا آ وعندنا إيه الاختلاف الكبير في استخدام اللغة ده هل كان عصي على أستاذ محمود قسم السيد خصوصا أنه أستاذ محمود قسم السيد القرشي أنت من أبناء المنطقة باعتبار أنه أنت سكنت المنطقة ولكن أصلا مولود جعلي ترخيصين كان الانتماء الأساسي لمنطقة شرق السودان نعم لكن الميلاد كان وين؟ الميلاد مدينة سنكات نعم وبعتبر نفسي أنا أساساً إحنا بدون تسمية القبائل السودان هو قطر يعني واحد واحد نعم وكذا لكن نحن من منطقة ولاية نهر النيل أهلي ووالدنا نزح بالتجارة إلى شرق السودان وأنا من ضمن أخواني الولد في مدينة سنكات مدينة شندي ومدينة الكتياب وأنا ولدت من دون أخواني أنا في مدينة سنكات فمرت عصبانة وطفولتنا سنكات ولا زلنا نكين ونزور سنكات ولا ذال إرث والدنا في مدينة سنكات موجود ربطا بالمنطقة وعندنا برنامج اليوم إن شاء الله حنسافر إن شاء الله بعد العيدة وكل عام أنتم بخير والمشاهدين بخير. بخير على أساس نواصل المسيرة بتاعت تنمية للمنطقة حفظا لعلاقتنا بها وهي مسقط رأسنا في يوم من الأيام فإن شاء الله يعني إن شاء الله نحن حنستأذنكم نطلع ناخذ نشوف لحن قادم من منطقة شرق السودان الحبيبة مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا مع الأساتذة من منطقة البجا
نرحب بكل مشاهدينا انضموا لمتابعة برنامج من بلدنا منطقة شرق السودان البجا. إلى أي مدى كان تأثير الترحال في حياة الإنسان البجاوي؟ المنطقة شرق السودان هي منطقة خلونا نقول إنه هي ما كانت غنية بالموارد الكافية، كانت منطقة ترحال وتنقل حسب مواسم الأمطار وحسب الفاصل المداري. إلى أي مدى أثرت في الإنسان أو إنسان المنطقة شرق السودان؟ طيب أنا عايز أقول إنه يعني هي سريعة الحقيقة، يعني العملية بتاعت الترحال والحركة بتاعت المواطنين في المنطقة يعني شيء أساسي جدا، إنه الإنسان لازم يتأقلم على الظروف الطبيعية موجودة ويتغلب على مشاكل البيئة. فمن ضمن الأشياء المهمة في هذا الجانب يعني الإبل كمكون رئيسي موجود في المنطقة، يعني هي اللي سهلت حركة الإنسان من مكان إلى مكان. ومش كده يعني يمكن نضيف نقول انه يعني انه لولا الابل لما ذكر شيء عن البجا، لانه الابل يعني مكنت الانسان البجاوي في العيش في هذه الظروف الصعبه، يعني يركب على الابل ويتحل، فهذه الابل هي ساعدت انه يتحرك من مكان الى مكان. بعد ده طبعا العمليه بتاعت التداخل بتاعت القبائل الثانيه خلت بعض القبائل زي البشارين مثلا هم يتخصصوا في العمليه بتاعت يعني تكوين يعني سلالات يعني مميزه من الجبال من الجمال او الابل ما موجوده في اي منطقه من باقي السودان. لو سمحت لي باضافه صغيره، ذكر السودان في شعر المتنبي من خلال الناقة البجاوية لما اختلف مع كافور الإخشيدي. نعم. وقال ومعروف أنه أجود الإبل في العالم هي العربية، وفي نعم. العربية السودانية، وفي السودانية البشارية، وفي البشارية جمل الكلايواو. ومعروف أنه الإبل نعم. السودانية تمنع من والبانجير برضو يعني بانجير نعم. أيوة واحدة من المسميات بتاع بانجير والكلايواو. فمعروف أن المتنبي قال وكل نجاة بجاوية ذلول وما بي حسن مشى، قال على كل ماشية نعم. الهيذبة في ذا كل ماشية الخيزر ما عارف نعم نعم وكل نعم. نجاة بجاوية ذلول وما بي حسن. وكده اختلف مع كافور الإخشيدي وكل نجاة بجاوية، النجاة البجاوية الناقة البجاوية. نعم. فده قال نعم. نعم هنسمع برضو لحن قادم تحديد في منطقة شرق السودان ونرجع نكمل حوارنا، لأنه عندنا ألحان كثيرة فحنأخذ فواصل كثيرة. أوكي. مع أهلي في شرق السودان كنا نتكلم عن أثر الترحال والبيئة على الإنسان البجاوي أو إنسان شرق السودان. إنسان شرق السودان أيضا بتميز بالعديد من العادات والتقاليد، يعني أنا ما أعرف، أنا شايفة أنه في تعدد كبير، يعني حتى في لهجتين، هي لهجتين أو لغتين. هي لغتين. لغتين. هي لغتين وفي العديد من القبائل. العادات والتقاليد هل هي ما كانت يعني منبع خلاف؟ هل كانت دي كلها اختلاف في عادات وتقاليد من قبيلة لقبيلة، خصوصا انه برضو كمان في لغتين؟ هي انا اعتقد على العكس تماما، انه يمكن حتى شعار البرنامج من بلدنا نحن اعتقد انه هناك في قواسم مشتركة كثيرة، وهذه القواسم المشتركة الكثيرة ادت للتمازج. نحن نتباين في بعض الأشياء، ولكن ده بدي يعني بدينا البعد الثالث، إنه نحن أمة واحدة، وهذا التنوع إنما هو بالنسبة لنا قوة قبل كل شيء. وأنا أعتقد إذا رجعنا للجغرافيا في نقطة أساسية لازم نذكرها، في إنه نحن ينقصنا البحث العلمي في تناول الأشياء إذا كانت ثقافية أو علمية أو تقنية. فدي نحن يعني نناشد الإخوة في العاملين في كل هذه المجالات إنه يتناولوا كل هذه الأمور بالبحث العلمي. لأنه الآن لما نقول إنها بيئة فقيرة وكذا، لا، يعني لما عندما ذكرت قبل 5000 سنة في الملكة حتشبسوت خوفو خفرة ومنقرة الملكة حتشبسوت إنه ذكرت سواكن مثلا، كان في تجارة، كان في البيئة كانت جيدة. أنا ما أعتقد إنها ما كانت جيدة، لكن من اللي بيقول إنها ما جيدة؟ كان في مطر، كان في مراعي، كانت في بيئة غنية. قد يكون الترحال وقت ذاك ما كثير، لأنه الإنسان قاعد في بيئة جيدة. وأنا أعتقد إنه البيجا الناس مارسوا فن البقاء،
قال لي لا، أين الفراعنة؟ نحن نعرف في التاريخ نشوف، لكن نعتقد أنهم شعوب قديمة ومؤصلة مع اختلاف المدارس التي أرخت لأصولهم، لكن هم يظلوا في نهاية النهاية سكان هذه المنطقة من أقدم السكان في أفريقيا، وواصلوا الآن بنفس حافظوا على أشياء كثيرة. لكن الآن البيئة أصبحت أو تغير البيئة حقيقة والمناخ يمكن أثر فيهم تأثير سلبي، ويعني في أشياء كثيرة الآن عليهم نعتقد أنها ضغوط بيئية أثرت فيهم، لكن استيلهم يقاوموا واستيلهم أمة واحدة. ويمكن أكثر واحد ممكن يجاوبنا في النقطة دي بالذات أستاذ محمود. أنا داير أرجع للجمال وما الجمال الكلام. نعم. بتاع الجمال نحن لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة أتركوها هي مأمورة من ذلك العهد، والربط بينها وبالإسلام وبالسودان وبالإبل، والشرق طبق الكلام ده. نعم. ومناطق أخرى برضو من السودان بالنسبة للإبل يعني وأثاره وكده. داير أضيف للكلام ده أنه منطقة شرق السودان برضو ما ننسى فيها فرصة بتاعت الزراعة، وما ننسى أنا أذكر في طفولتنا في مدينة سنكات في كلام يمكن لا يعقل ولا يصدق الآن، يعني تيجي جمال من الريف من برا تحمل البطيخ، البطيخة بالضبط طوله ما أقل من مترين، ده كلام أنا أذكره، والجمل هي شايل بتختين، دي ما يدل على أنه الأرض برضو قنية. نعم. ممكن تستثمر معين، وعلما بأنه في الفترة دي في فترة فاتت أخونا أبالي البحر الأحمر إيلا كان عمل نشاط تحية له نشاط ثقافي وسياحي وكذا، وهسه في اليومين دي في مدينة سنكات في نشاط برضو فيما يتعلق برضو بالمهرجان، مهرجان أنا يعني طلعته مبارح أو مبارح عرفته. فالشرق منطقة يعني الاهتمام إذن هو ما بالرعي فقط. نعم. يعني كثير من الفرص، وبعدين ما ننسى كمان الأشياء الأخرى اللي موجودة في الشرق، يعني أذكر الذهب، وأذكر أنا في فترة من الفترات جلست مع أسرة عريقة جدا جدا في بورسودان اللي هم البحشر عليهم رحمة الله عبد الله بحشر عبيد بحشر. أنا شاهدت يعني كمية من الذهب الخام، بيقول لي ده فتح لي الخزنة وراني له، بيقول لي ده من الشرق من الجبال شغل بدائي. الآن الناس بتهافتوا على الذهب بطريقة حديثة، لو اتوجدت الآلات الحديثة ومشت هناك والشغل ده ممكن جدا جدا يكون سند. نعم. الشرق غني. بعدين برضو أذكر أخونا عبد الله بحشر كان بيحكي لي أنه في خط سكة حديد معمول مع في البحر الأحمر مربوط مع ميناء بورسودان، بيشيلوا به الصخور من الجبال اللي فيها 60% من الخام بتاع الحديد بتاع البناء، بيمشي اليابان من شرق السودان. من شرق السودان. نعم. اليابان الدولة الغنية الآن اللي تعتبر من 4-5 دول في العالم الكبرى، بيحكي لي أنا عبيد بحشر عبد الله بحشر عليه رحمة الله قال لي اليابانيين بيشيلوا الملح من هنا، الملح حقنا بتاع البحر الأحمر يتفرد عن أي ملح في أي بحر أخرى. نعم. فالبلد غنية، ونحن نأمل أن الناس تمد يدها لكل السودان. نعم. لكن الشرق بالذات لكل أبناء أقرب شرق السودان. نعم. لكل أبناء. نعم. السودان خاصة. نعم. نعم. الشرق يا أستاذة إحنا حنسمع مواصلت تسمعوا لحن أوكي. نعم. إحنا حنسمع لحن أيضا من منطقة شرق السودان، ورجع نكمل حوارنا مع الأساتذة الأكارم من بلدنا. جاءت امي اي كارتي يا ما يغرو في جبات امي اي Yeah.
هبو هبو يا توشي بودي ويري انا عشان بيبي يا مارو هبو هبو يا عافية لاينا لا بلو دوري ما يا ايرهولي كغات ينتي ويا ما يا لولا لايتو يا مايو يا تودي كويا أنا بفتخر بأني بنتمي لهذا العالم عبر السودان وللسودان عبر شرق السودان. فأول أغنياتي كانت بتقول يا شريكنا الخيرك عمه وفاض ويتدفق وكفى الأمة ابتدي العيش قبال يتلمى وتدي الكسوة سديري وعمة جينا من كسل وقرانة وجينا من خلف البطانة كان عبر على الرؤانة حتى لو كان بالرطانة لأنه كلنا أسهلنا والسودان كلك أهلنا وحضنك الوافر حمانة. فداير أقول أنه الشريك غني جدا إضافة لكلامكم تأكيد زي ما قال أستاذ محمود وأستاذي محمود برضو. أنا أحب أضيف لك هنا في الكسرة أنه الشرق ده أرضه جباله ذهب باطنه بترول وظهره سندس وأهله عزاز زي باقي كل السودان. من الكلام الجميل ده احنا حنطلع مشاهدينا نسمع اللحن القادم من شرق السودان ورجع نكمل الحوار. Hey,
أستاذ يحيى دروب ذكرت لنا من إنه وبالتحديد قبائل البجا بتنوع قبائلها ولكن اتسمت الأزياء بطابع واحد السديري والعمة والجلابية. هل لكل اختلاف القبائل هل لا زالت الأزياء هي واحدة؟ والله لو سمحت لي معليش يعني نحن نتكلم عن الزي يعني برضو لازم نتكلم عن التأثير الثقافي الغادم عبر البحر وتحديدا هذه الصدير اللي بنلبسه وبرضو يعني اللبس بتاع المرأة هو من المؤثرات اللي جاتنا عبر البحر وتحديدا من المنطقة بتاعة الهند. نعم. يعني صدير الواحد اليوم لو مشى يعني أي منطقة في الخليج يعني يشوف القوميات الأسيوية الهنود والبشت والجماعة دي كلهم بيلبسوا صدير ويلبسوا العمة الكبيرة زي بتاعة المهراجة بتاعة الهندي. فنحن يعني هذه الصدير وحتى اللبس بتاع المرأة عندنا يعني التوبة الساري بنقول عليه
هو عبارة عن تأثير يعني جانا من المنطقة بتاعت الهند. وبعد ده طبعا ايه يعني بقى التأثير السوداني او الجزء الجلابية دي طبعا جات كمؤثر جديد يعني. لكن زمانك الواحد يلبس ليه يعني قميص ومعه السدير والطريقة دي يعني طبعا لما كانت الظروف كويسة يعني طبعا في التوب. فطبعا الحكاية دي يعني حسة تلاشى شوية والناس يعني بيجوا يميلوا شوية للبس يكون شوية أخف يعني للحركة عصري أكثر عصري أكثر عصري أكثر وأخف للحركة يعني وعلى الجيب كمان يعني زي ما تقول. نعم زي ما تقول نسمع لنا اللحن كده. ننتقل نسمع اللحن من منطقة شرق السودان ونرجع نكمل سهرتنا من بلدنا. أبريد عمل وزلك كم دقيقة هالفني لكن من تلك ثانيتكم هالمسلني لنت لي قبالة كوية كوسني بريا قبيلة لتران سني من نهج كريزة تويز بكي الحيسن أبريد عمل مثلك كم دقيقة حليفة لكن مبلن تلكي عمد لكوي خريفة ثانية مبلن تلكي عمد لكوي خريفة عجاولو تذيكوني نبقار دارك صريفة إلا لو كذا كان انتور بواديت لريفة شاشوكي نيك من قايتا ودمر وينا بويت أنا دروك تبروك تبودي رماننا شاشوكي نيك من قايتا ودمر وينا بويت أنا دروك تبروك تبودي رماننا درو بيغاري بو عرف مكة وجدتك باكم حامل لبسوتا وقا وقل تانوتا بناتي تجاك أبشر بناتي تتاك إذا نقف وهذا تجاك أف ويد ما سيب بركاتي توكنا كاتي وهربابو وكاتي بخير زماني إن شاء الله تسيني كاتي تبريتي إن شاء الله ما سيب شرو ربي شر لك لا حسادة
أهالي البجا ومنطقة شرق السودان وتحديدا قلنا إنه الأزياء اتسمت بشوية عصرنا في الآونة الأخيرة إنجاز التعبير، والاختلاف ما كان كبير أبدا من السابق إلى الآن، وخصوصا إنه كانت الفترات الأخيرة هي محتاجة مننا إنه إحنا نحاول نواكب التغيير في كل العالم إن شاء الله. إنسان منطقة البجا وذكرنا أثر البجا وإنهم هم قبائل ترتحل مع حركة الفاصل المداري، قبائل ترتحل أيضا مع مرتبطة جدا أيضا بالإبل وبالقبائل الرعوية. الإيقاعات المستمدة من تلك البيئة كيف كان شكلها؟ كيف كان تأثيرها؟ أكيد. هل إيقاعات خاصة؟ هل شابهت بقية الإيقاعات في وسط السودان وفي جنوب السودان، ولا كانت إيقاعات خاصة فقط بمنطقة البجا؟ زي ما قلت هي خاصة وعامة. يعني كل ما سبق ذكره صحيح زي ما بيقولوا. أثر الترحال زي ما قال دكتور وشيخ أستاذ محمود وأستاذ محمود أنه حركتهم دي أدتهم ثراء يعني لحني كبير، يعني كل المركبات الإيقاعية الموجودة في كل العالم موجودة في منطقة البجا، وأنا مسؤول من كلامي ده. يعني لو كان في موجود مثلا عازف إيقاع كان ممكن اشيل العود بتاعي او البسنكوب بتاعي اقدم له، بس اقول له اختار الايقاع الدايره الريجي عندنا بمسمى مختلف المسميات الريجي. لكن من ناحيه الريجي، هل الريجي عندنا موجود فعلا؟ ايوه عندنا الريجي وعندنا التمتم وعندنا دليب، يعني دي الاسماء. الدليب عندنا الدليب مش عندنا بس، عندنا حاجات غريبه جدا. نحن بنتلاقى مع اهلنا الشوايقه في حاجات كثيره جدا. هل تصدقي في حته اسمها الكرفاب؟ نحن عندنا قبيله اسمها الكرفاب، حاجات كثيره لذيذه. الشمال انا بهزر، مره مشيت مروي في رحله فنيه استاذ محمود، فقال لي العلاقه بين الشمال والشرق شنو؟ قلت لهم نحن جيران، كلنا سودان غير انه جيران اهل، لكن انتم ناس الخضره والماء والوجه والوجه الحسن، نحن في كسر ناس الخضره والماء وسيد الحسن. قعدوا يضحكوا في انه ثقافتنا واحده، حاجتنا واحده، عقائدنا واحده، غنانا يعني تعدد ألسن وحدة إحساس. طيب إحنا تابعنا يمكن لكن إحساسنا واحد أستاذ يحيى مشتركة. إحنا تابعنا يمكن من خلال الإيقاعات أو الألحان السابقة حتى في طريقة الرقصات، يعني كأنها مستمدة من حركة الجمال أو حركة الإبل. ده الإيقاع الخاص عند البجا. يعني الرقصة عليه حتى ذاته بحاكم مشية الجمل. أثر البيئة في الفنون وليس البيئة. أكيد. لكن البجا عندهم كل الإيقاعات الموجودة عند الآخرين اللي هي في المناطق المروا بها دي كلهم من جنوب مصر لحد الصومال عبورا بإريتريا وأثيوبيا لغرب البحر الأحمر لشرق النيل، المساحة دي كلها عشان كده تأثروا بهم. عندنا كل بالإضافة للإيقاع الخاص بتاع توكوي ده اللي هو يعني التوكوي. توكوي ده مسمى محلي لإيقاع، تركيبة إيقاعية شاذة جدا لا توجد إلا عند البجا، وبعدين تتكون من إيقاعين ميزانية. هل بتعزف بالربابة اللي أنتوا بتسموها البسنكوب؟ البسنكوب، لكن الإيقاع ذاته الأغنية ذاتها ما بتتكون من لحن، أداء صوتي اللحن، أداء صوتي بشري وأداء صوتي آلي. نعم. وإيقاع. فأنت ممكن تحبها عشان إيقاع سخن أي بيشبهك أو بيريحك أو مثلا، لكن أو أنت بتنفعل معه بتحسها بيه. الإيقاعي عند البجا ده مجال البحث بتاعي، حنتابع من خلال اللحن القادم الثراء القاعي عند البيئة. اللحن القادم نرجع لك من حوارنا. يا سلام يا سلام
We'll be right back.
من خلال المعزوفة الموسيقية السابقة أستاذ محمود قسمسيد، وأنت يعني عايشت منطقة الشرق، من خلال المعزوفات والمقطوعات وحتى الرقصات إحنا بنلتمس زي ما قال أستاذ يحيى في إيقاعات خاصة بالمنطقة بيطربوا لها كل السودانيين من كل القبائل الثانية. طبعا الموسيقى هي لغة عالمية، الألحان دائما أي إنسان بيطرب للألحان، لكن الزول يكون ابن المنطقة يكون عنده له شد خاص باللحن بتاع المنطقة اللي هو منتمي ليها وبيقع المنطقة. وبالتالي زي ما قلت لك الموسيقى لغة انترناشونال لانجوج كده، وبالتالي ده ما معناه ما بنتعاطف مع بقية أنواع الموسيقى أو الألحان الأخرى من جميع أنحاء السودان. نعم. حتى من أخواننا الجنوبيين يعني عندنا برضو ألحان ونحييهم، وإن شاء الله يعني حكاية تبقى جيرة وصحبة وخوة ومحبة يعني. نعم نعم، فالإنسان طبيعة البشر أنه أي إنسان ماشى مع اللحن. طيب أستاذ محمود، يمكن بانتمائك لمنطقة شرق السودان، شنو اللي بيميز قبائل شرق السودان تحديدا في العادات والتقاليد مختلفة عن بقية القبائل؟ والله أنا بقول تقريبا العادات أغلب جل الحاجات بتتشابه، لكن هم بالذات يعني هل في عادات مميزة مثلا، سمات محددة مثلا لمراسم الزواج مثلا؟ أكيد يعني أنا شاهدت أو حتى في التحية أو في السلام. أكيد في طفولتي أنا شاهدت مناسبات يعني في تشابه ما بين برضو القصة بتاعت بتاع الفوطة تغطى العروس على جنبه وكده، الحاجات دي طبعا موجودة في شرق السودان. لكن من الطرف يا أستاذ محمود العرس عند البيجا اسمه دوباني، دو بالفارسيه اثنين، باني قلب قلبين ضمام ورا. دكتور اوشيك من خلال قلوب اجتمعت سمعت انه في يعني في اسلوب تحيه خاص في السلام. نعم. يعني المصافحه بالايدي مثلا، او انه هل هي مصافحه مثلا او شكلها كيف؟ والله نحن طبعا يعني طبعا المصافحه بالنسبه للرجال يعني شكل، وبالنسبة للنساء مختلفة؟ شكل مختلف. نعم. يعني حكاية بتاعت الأحضان دي ما عندنا. يعني السلام دائما يكون يعني زي الخواجات بالنسبة للنساء. النساء يعني عكس يعني عكسي. عملية بتاعت إيه زي ما عند المشاهد في جهة أثيوبيا والمناطق دي يعني تقبيل يعني في الخليج. في لكن المصافحة بالنسبة للرجال هي بالأيدي فقط. بالأيدي. طيب دي ما بتنوم عن شوية يعني حذر أو مثلا خوف أو توجس في طبيعة الإنسان البجاوي؟ أنا بعتقد أنه يعني النازل زي قلت لك سابقا أنه مارسوا فن البقاء، وبالتالي هم ناس في تفاصيلهم يعني ما بقول ما بتقبلوا، لكن هم فعلا عندهم الحذر، والحذر لا يدل على أنه ناس بتخوف، لكن هو تأني في معرفة الآخر. لكن الشيء المميز في الكلام ده كله أنا أعتقد أنه من عنوان البرنامج لما أتكلم عن أنه حيما اختلاف الألسن والأمكنة، الناس كلها بتكلم عن قيم واحدة. يعني إذا مسكنا الكلام ده كان في القرب، كان في الشمال، كان في الجنوب الحالي والجنوب السابق، نحن نتكلم عن قيم وعادات وتقاليد بلغات مختلفة. يمكن دي تلقاها موجودة في الأغنية، تلقاها موجودة في عادة التقاليد تحت الزواج، في الممارسات اليومية. فده يدل على أنه نحن حقيقة عندنا زي ما نقول تنوع شديد، لكن في إطار واحد أنا بسميه سلطة الفواكه. يعني ما ممكن إذا يعني لو خلطت السودان ده كله بعتقد أنه هو ده دافع لأنه يكون حاجة قوية. أمريكا تعتز بتنوعها الثقافي، وهو دافع لها هو أنها أصبحت من الدول المتقدمة والليدنج العالم يعني. وبالتالي أعتقد أنه تنوعنا ده يعني قوتنا، وبلدنا هي بلدنا أكيد بتأكيد، ونحن نعتز أنه نكون من البلد ده، ونعتز أنه نكون من الشرق، وإحنا كمان نعتز أنه نكون مع منطقة البيجا في شرق السودان. نسمع اللحن القادم ونرجع نكمل بقية حوارنا. سلام دا بايوا وكوبام، سلام دا بايوا وكوبام، سلام دا بايوا وكوبام، قوتنا منسوج احترام، قوتنا منسوج احترام، قوتنا منسوج احترام. مليون تحية وابتسام لأمن دارفور والسلام، لازم نكمل السلام. يا أكبر الباب يبريا
بيتك بعدمي معك ولا الباب يبيع سلام دبي وعقوبام سلام دبي وعقوبام وطننا رغم الانقسام قوتنا منسوج احترام تاريخنا منسوج احترام قوتنا منسوج احترام قوتنا منسوج احترام مليون تحية وابتسام للأمن والحب والسلام لازم نكمل السلام ولا الباب يبرع بريتيك ما دمي معك ولا الباب يبرع سلام دبي وأدروب سلام أشقاء الجنوب سلام دبي وأدروب سلام أشقاء الجنوب شمالنا ما داير الحروب غربنا ما داير الحروب جنوبنا ما داير الحروب شمالنا ما داير الحروب عاوزنا نتلاحم ندوب نتلاقى في كل الدروب عاوزنا نتلاحم ندوب نتلاقى في كل الدروب نحضن بعضنا من القلوب نبنيه جنة بتنطوب لازم نوقف الحروب. منطقة شرق السودان غنية بالإيقاعات والرقصات المختلفة والمتقاربة في شكلها العام، واللي هو قلنا إحنا مستمدة من البيئة المحلية في شرق السودان. طيب إذا سألنا، إذا كان الإنسان البيجاوي هو عنده مقطوعاته الخاصة وعنده ألحانه وأشعاره الخاصة، بيتغنى لشنو الإنسان البيجاوي؟ هل لقيم محددة؟ هل لأعراف؟ هل بيتغنى للفرح؟ هل بيتغنى للجمال، للإنسان، للأرض؟ بيتغنى لشنو الإنسان البيجاوي؟ والله طبعا يعني دائما الإنسان طبعا البيجاوي في يعني أشياء يعني مؤثرة في حياته. يعني الحياة المؤثرة يعني المرأة والأرض والإبل، دي المكونات الرئيسية اللي هي بتلعب دور يعني مهم جدا في حياته. فأغلب الشعر البيجاوي هو عبارة عن في يدور في الفلك بتاع المرأة. المرأة؟ أيوة. يعني وصف المرأة. لكن لا يذكر اسمها مباشرة. أبداً إطلاقاً. يذكر المنطقة. يعني ذكر محاسنها يعني نوع لها. يعني نوع من الغزل الغير مباشر. لو تحفظ لنا شيء. والله يا أخي كده يحيى ندي فرصة ليحيى دي طبعاً. معروف كثير جداً. يقول لك ولا القابي بريع بريتيك بادميم. يقول امطر يا دائرة الأرض التي بها المحبوبة، ما بيقول يا فلانة. فالإشارة ضمنية. ضمنية. لأنه احتراما للقيم بتاعت الإنسان واحتراما للمرأة، والمرأة مقدسة عندنا لدرجة إنه لا يذكر اسم الأم. لكن عندهم حاجة مميزة اللي هي أنا أعتقد إنه عندهم مقطوعات موسيقية تحكي قصص وليس العكس. القصص اللي بتحكيها شنو؟ يعني أنا بغض النظر عن القصة، أنا أتكلم عن الجانب المهم في المسألة اللي هو مسألة المقطوعة الموسيقية. يعني إذا تكلمنا عن بيتهوفن في سيمفونياته السيمفونية السادسة والخامسة اللي أذكر لنا بيحكي عن قصة. لكن بيحكيها بشكل موسيقى. أكيد. نحن نتكلم عن البيجا عندهم برضو الثقافة بتاعت المقطوعة الموسيقية اللي تحكي قصة. ممكن تنفع إنها تتحكي في شكل قصة باليه زي بحيرة البجا مثلا. فنحن تنقصنا الدراسة العلمية عشان نصر كل هذه الثقافات ونحطها في بوتها. طيب ده ما هو كان العائق لانتشار الأغنية البيجاوية لأنها تنتقل وتتمدد عبر أرجاء السودان المختلفة؟ لا أعتقد الكلام ده صحيح، لكن أنا أعتقد أنه الإعلام دوره
لأنه هي منطقة محصورة. لكن نحن اعتدنا في العالم الحديث وعالم الإنترنت وعالم الساتلايت إنه المسألة ممكن تنتقل سريعة. عشان تكون يعني تنتقل لكل العالم في آليات وأنتوا أدرى أسهل. بعدين في نقطة تانية يا أستاذ لو سمحت. يعني البيجا بصورة عامة يعني عملية التنقل بتاعتهم يعني للمناطق البعيدة يعني بسيطة جدا. فعشان كده يعني الثقافة البيجاوية ما كانت عندها المساحة الواسعة عشان تنتشر. يعني مثلا يعني بعض الناس أسف يعني جو من المنطقة بتاعت الشمالية وغيره وغيره استوطنوا في الخرطوم وبالتالي بيجوا جزء من الآلة الإعلامية الموجودة في العاصمة مثلا. وبالتالي دي سهلت لهم على أساس إنه إيه الفن بتاعهم يكون إيه يستمر يعني يستمر. لكن البيجا أصبحوا شوية بعيدين فإلا نماذج معينة مثلا أخونا زي يحيى دروب وغيره فنحن نمثله يعني هو يحيى دروب نقدر يورث لنا يعني. يورث لنا الأغنية البيجاوية عبر جيل اليوم من أبناء منطقة البيجا جيل الشباب اليوم إنه تستطيع اللغة البيجاوية الشفاهية وتستطيع الأغنية البيجاوية الشفاهية إنها تستمر عبر قرون وعبر أجيال قادمة وحتى نقدر نوثق لها ونلقى مثلا اهتمام بالبحث العلمي في هذا الجانب. في الحقيقة الحديث عن منطقة شرق السودان لا يكفي أبدا لسرده عبر الفترة الزمنية البسيطة جدا. سعدت جدا بأنه تكونوا ضيوفنا في برنامج من بلدنا اليوم الأستاذ محمود قسم السيد القرشي والأستاذ يحيى دروب والدكتور أوشيك آدم علي والأستاذ الباشمهندس محمود حسن أحمد البشير. شكرا كثير لكم في برنامج من بلدنا. نسيد وعلى كرم صبن واي سفر فادي بنسيب ودرياي تبا يون شرقك باس اندفوري درهماني لبينا نبيو لفتي نمفتي لبينا نبيو لفتي نمفتي هنا عمرا ببلونا وعمل امان بتحدي. جيتك بامتثال صاحب المتمم كيفي ابراهيم ثبات عقلي ودركتي وسيفي مطمورة غلاي ولد خريفي وصيفي سترة حالي في جاري ونسايا وضيفي حي شروق رشيدين دونتوني قذيب لسا شكا بارا ريد دا مركسلا ورد دا مركسلا حميمنا تعليم شبيبا كرويدي بجفرا انا حلال رفيقه وانا فرج الرجال وقتين يضيقوا وانا الدابي الرصد للزول بعيقه وانا المامون عليه بنود فريقه وبشرو ماي بنسيب ودرياي شرق ابريتريا ينايتن نوريا جيماي شبيني جيماي شبيني من كين من رسو الربا جيماي شبيني من كين من رسو الربا سفال لقروب يا والد عرفا يا تاجيك سناتو لجيب لاح مخلصا يوقوي في فدي بنسي قدرياي لين ابريد اشرق لين اينا يندفوري ابو قمل وقلسا سال صوف دبر كسلا ابو قمل وقل سسال صوم دبر كسلا ايركوك لا تعلام كبيجي قصة تمر وبرا لديري روالد عاج موتات نسابرا بجاوية تسيلة طويل تعدقو دمرا كو انجليز داسا وقنا وقتين تياتون لنا بريت فروس ببروك تادو ليك اللي تريكو المبانيك ولو صارف عليك موجود وكلامه الفيكة زي خنق الحبل في العود الأرزاق مقسمة والعمر محدود والهوى عين كريما بابه ما مسدود شروع ولديم عرب وشاتة سكة حديد كليبة ولديم عرب وشاتة سكة حديد كليبة ويتكتب دي من الشاق يا كيفو العريبة سكوتي بن كبير اللي بارشيدة دونتوني قبيب بوصيكم على البيت الكبير ابنوه بوصيكم على الولد اليتيم ربوه بوصيكم على الجار وقع شيلوه بوصيكم على ضيف الهجوع عشوه بوصيكم على السيف السنين سعوه بوصيكم على الفايت الحدود واسوه وبشروه
بيش ماله فجان جمنا بيش ماله فجان جمنا بيش ماله فجان جمنا بيش ماله يسو الدنيا بيحاله وبوي بيخدي بنسي ودرياي أبريد وفرس وشريك كتتنا هني نوريا ريد دامر شيدا ولا دامر شيدا ترن لين تتعيسن شبر اسكو ديدا ويتبقى ومنيت حرق لاس هرق بريدا تفكفك في العقد من كسل لي خرطومة تفكفك في العقد من باك لي خرطومة ودناس طلحة قشاش دمعة المظلومة ما هماو في الدنيا ويكبر كومة غير ما يشول هموم البرغي وغالب القومة شرو بالطوب يا الهليلو بالطوب يا الهليلو سيقاد عريو جنسا كوني قديم ميت لينا بوري ببار وبوي بفادي بنسيب وياي شرقن دبريك تسينيك تونيت في غربك عروس الرمال وفي شرقك تاج الجمال وكلك واسع مجال ويا حلات رطبك في الشمال شكرا للمشاهد وكانت هذه عيدية بألسن شرق السودان التحية للشروق التحية للمحورية التي احتوت هذا الاحتفال بأهلنا في كل السودان عبر هذه الحلقة تحية للأخ عصام الشيخ تحية لقناة الشروق والمصورين خلف الكاميرات تحية للمخرجين التحية لكل الحلوين أحبك يا وطني وتخيل كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي ولي غرام أماني في سموك ومجدك عشت يا سوداني وأيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما قطنوا نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا للاضطهاد من أمنوا وكثيرون في صدورهم تتنزل أحقاد والإحن لوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تتزن أحبك يا وطني.